أهلا ومرحبا بكم مع أخبار رياضة. انطلقت اليوم مباريات الأسبوع 11 لبطولة دوري المحترفين لكرة القدم بإقامة لقاءين، حيث استضاف فريق الرمثا نظيره الأصالة على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل هدف الرمثا اللاعب عامر علي، بينما حمل هدف الأصالة توقيع اللاعب حسن أبو زينب. وفي اللقاء الآخر الذي احتضنه استاد عمان الدولي بين شباب الأردن والأهلي، فانتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد. ونبقى في دوري المحترفين، حيث تقام يوم غدا مواجهتان تجمع الأولى فريقي ذات راس وضيفه كفر سوم عند الساعة 3 على ملعب الأمير فيصل بالكرك. وفي المواجهة الأخرى يلتقي الجزيرة مع الوحدات في مباراة قوية ومثيرة عند الساعة 5:30 على استاد عمان الدولي. وتختتم المواجهات بعد غدا، حيث يواجه الحسين إربد فريق الصريح، بينما يواجه الفيصلي فريق البقعة على استاد عمان الدولي. ويشار لنا الوحدات يتصدر الدوري حاليا بالشراكة مع الفيصلي وبفارق الأهداف برصيد 19 نقطة لكل منهما. عقد نادي الرياضي لكرة السلة مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، رحب من خلاله بالفريق الأمريكي الاستعراضي الذي سيلعب عدة مباريات في الأردن. وتحدث أمين سر النادي الرياضي فادي الصباح خلال المؤتمر عن أن هذه الزيارة تأتي بهدف إعادة الترويج لكرة السلة الأردنية وإعادتها إلى سابق عهدها. وأضاف الصباح لأنه سيتم تنظيم مباراتان استعراضيتان يومي الجمعة والسبت عند الساعة 5 على صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مشيرا إلى أن نجوم الفريق الاستعراضي زار عددا من المدارس. والجدير بالذكر أن برنامج الفريق الأمريكي يتضمن أيضا زيارة لمركز الحسين للسرطان ومجموعة من المؤسسات الخيرية. جماهيرنا تحضر مباريات كرة السلة وتستمتع، والفريق يمزج بشكل كبير المهارات الرياضية والقدرات الرياضية العالية وروح الدعابة والفكاهة، فرح يكون عرض رياضي متميز، بالإضافة إلى أنه رح يرسم البسمة على وجوه الجمهور. فنتمنى أنه تكون خطوة من الخطوات اللي بتساهم بتطوير كرة السلة وبعودة الجمهور للملاعب. أقام اتحاد ريشة الطائرة مساء الاثنين حفلا تكريميا برعاية أمين عام اللجنة الأولمبية لنا جغبير، وبحضور رئيس الاتحاد وائل تليلانا ومجموعة من اللاعبين والمدربين. وخلال الحفل ألقى رئيس الاتحاد كلمة قال فيها بأنه يجب أن يكون العمل موصولا، وأن ما تحقق من إنجازات للاتحاد الحالي هو استمرارية لمسيرة من سبقه. وتابع تليلان حديثه عن الإنجاز الأخير للاتحاد بفوزه بالمركز الأول في البطولة العربية تحت سن 19 عاما بالميدالية الذهبية. وفي الختام كرمت تليلان الجغبير الأمين العام للجنة الأولمبية كل من رؤساء الاتحاد السابقين والمدربين السابقين والحاليين واللاعبين الدوليين السابقين ولاعبي المنتخب أصحاب الإنجازات في البطولة العربية وبطولة مصر والمغرب الدوليتين. يستقبل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفه بورتو البرتغالي الليلة، وذلك ضمن مباريات الجولة 7 من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وستكون هذه المباراة مصرية لتشيلسي القادم من خسارة أخرى في الدوري الممتاز على يد بورموث بهدف نظيف، خصوصا وأن الهزيمة في هذا اللقاء ستجعله مهددا بتوديع المسابقة من الدور الأول، كونه يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف أمام بورتو ونقطتين عن دينامو كييف الأوكراني في المركز الثالث. وسيكون التعادل كافيا لتشيلسي من أجل التأهل كوصيف للمجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين مع بورتو الذي فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد. وضمن منافسات دوري أبطال أوروبا أيضا يواجه باير ليفركوزن العملاق الكتالوني برشلونة على ملعبه في ضمن منافسات المجموعة الخامسة من البطولة. ويسعى برشلونة لمواصلة السيطرة والفوز بالمباراة لتأكيد التفوق والمحافظة على اللقب، وإن كان قد ضمن التأهل لدور 16 على رأس المجموعة الخامسة. في المقابل يطمع ليفركوزن في الفوز على البرشا للمحافظة على أمله في التأهل وصيفا للمجموعة على أمل سقوط روما أمام باتي الروسي.
حقق فريق جولدن ستيت الفوز 23 دون أي هزيمة بعد تغلبه على انديانا ب 131 نقطة مقابل 123 في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين. وتقدم الجولدن في الربع الأول ب 37 نقطة مقابل 21 ليعزز من التفوق في الربع الثاني ب 50 نقطة مقابل 28. وفي الربع الثالث قلص انديانا من تقدم الجولدن إلى 79 نقطة مقابل 64 ليعود الأخير ويفرض السيطرة على مجريات اللقاء وينهيه بالفوز ب 131 نقطة مقابل 123. Now you're cooking.